الحقيقه ضغط كبير وبريسيون كبيره، ما يجي شيء بسهل. بيان سور بصلاح في جمعيه كبيره لازمك تتحمل الضغوطات، لازمك تكون قد المسؤوليه. عشنا مركزين من اول انترينمون، الحقيقه لوبجيكتيف هو واحد، نترينيو كل يوم مع قدامنا لوبجيكتيف كاليفيكاسيون. كانت فما شويه ضغوطات بيان سور سكي نورمال، لكن الناس كل كانت في المسؤوليه وكانوا في المستوى. لا الحقيقه سنتيمون مش نورمال باللي نحكي، تصور ما نجمش نعبر على لي سنتيمون اللي تحسهم انت تلعب. ديجا حتى ليكيب الاثيوبيه شفنا جوالات بهتين في الجمهور وعباره في عالم اخر يثبتوا وين احنا. دونك يعطيهم الصحه، ان شاء الله ديما يدز معانا هكا، وان شاء الله احنا زاد نكونوا ديما في المستوى. صحيح هما لي زوتوماتيزم كانوا موجودين الحقيقه من الاول، بويسكو نخلقوا في فرص، جست التجزيم كان والنجاح نتاع في الفينيش لازم نزيد نركزوا اكثر. لكن تصور اليوم ثلاثه اهداف سي بون، تحلت الشبكه تو ربي باش يعطي خير. والله الحقيقه رئيس الجمعيه تكلم في اول الجمعه ومن بعد خلانا على راحتنا، حسسنا بالمسؤوليه من اول الجمعه ومن بعد خلى المدرب يخدم على روحه. المدرب اليوم كما تعرف الناس الكل قالنا راه مباراه نتاع جوارات ما تسحقش برشا كلام، عطانا التكتيك، عطانا التشكيله شنو لازم نعملوا، عملوا لنا فيديو تحفيزيه زاد الجمهور عطاونا كلمات وكل شيء، خلونا نهبطوا موتيفي وخلينا نهبطوا شي عليهم.